أخري وتوضع العميقين أن أصدق أمامكم اليوم بصفتي مديرة جديدة لوكالة التهيئة في موقع بحيرة مشيطة، وذلك عبر الشرف الذي حظيت به بتعيني في هذا المنصب من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هكذا تسمحوا لي أولا وقبل كل شيء أن أعرض أمامكم عن شكري وامتناني العميقين والصادقين لصاحب الجلالة نصره الله عن هذه الثقة التي آمل أن أكون جديرة بها. أتعهد رسميا بالعمل إلى مستوى هذه الثقة والمساهمة بتواضع في نجاح هذا المشروع البركي الكبير. في هذا الصدد اسمحوا لي أن أشيد برؤية جلالة الملك الملهمة لتوجيه أمتنا بطريقة مستنيرة نحو مستقبل مشرق. إن قيادته المثالية وتفانيه الثابت واستعداده لتعزيز التقدم والتنمية في جميع مناطق بلادنا من أجل توفير ظروف لحياة كريمة للمواطنين المغاربة هي مصدر إلهام لنا جميعا، ويشرفني كثيرا أن أتمكن من المساهمة بطريقة متواضعة في تحقيق الطموحات التي حددها جلالتنا للجهة الشرقية ولا الأخص لإقليم النهضة. وأود أيضا أن أشكر السيد وزير الداخلية وممثلين على أبد على إبدائه من دعم ومساندة لاقتراحي لشغل هذا المنصب المهم. إن هذا من علامات الاعتراف بمسيرتي المهنية في الخدمة العامة، لا سيما على رأس شركة ترام ورباط سلا والتي تلمسني بعمق وتحظى باحترامي. إنني مدركة سيد والي سيد العامل والحضور الكريم أنني المسؤولية التي تقع على عاتقي، وأنا ملتزمة بالعمل الجاد لتحقيق الطموحات والأهداف العالية المحددة لهذه المؤسسة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف أصحاب المصالح لتعزيز إمكانات بحيرة مرشكة والحفاظ على تراثها البيئي وكذلك على تنميتها الحضرية السياحية والاجتماعية والاقتصادية في إطار تنمية مستدامة لهذه الجهة. أود أيضا أن أعرض عن احترامي الشديد لسلفي سيد زارو الذي بفضل عمله الشاق وتفانيه على مدى السنوات 15 الماضية تم إنجاح هذا المشروع وإخراجه إلى الواقع. أود أن أعرض شكري لهذا الإرث القيم وأتعهد بمواصلة هذه الإنجازات والعمل من أجل تطوير هذا المشروع بنزاهة وشفافية وتميز. إنني مدركة للتحديات التي تنتظرنا، لكنني مقتنعة بأن بدعمنا الفريق المختص والمتفاني الموجود سننقل هذا المشروع إلى مرحلة جديدة من التطوير في انسجام وتآزر مع المشاريع الكبرى في المنطقة الشرقية، بما في ذلك مجمع ميناء الناظور المتوسط الغربي والطرق السيار وجميع المشاريع التي تحظى بهذه الرعاية المولوية. أود أن أشدد على أن نجاحنا سيتعمد على التعاون والتآزر الوثيقين بين جميع المؤسسات والجهات الفعالة المعنية، بما ذلك السلطات المحلية من سلطات المنطقة، البلديات، أصحاب المصالح والمجتمع المدني ككل. وسنعمل معا على تلبية مع خدمة المصلحة العامة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة. أشكركم مسبقا على دعمكم وعلى وجودكم هذا